اليوم ابتداء الساعة 9 ليلا قناة التاسعة وقناة تونسنا يكون فيه بث مشترك، والقناة تونسنا وقناة التاسعة سيروا نفس المحطة التلفزية بنفس البرمجة، وهذا الغاية منه هو إثراء البرمجة بتاع القناتين، وخاصة فيما يخص شهر رمضان. بصفة اكزاكت معناها نقول اللي البرمجة هذه مش تبدأ ربما 3-4 أيام قبل بداية شهر رمضان، وإن شاء الله اليوم شوفوا اللي سلوغون تبع قناة تونسنا وقناة التاسعة ونفس السلوغون في تونسنا كلنا ولاد تسعة. هذا البث الموحد اللي ينطلق اليوم ثم يرجع أيام قليلة قبل شهر رمضان، بعد شهر رمضان بث موحد على القناتين، معناها بث موحد معناها على الفريكونس نتاع تونسنا وعلى الفريكونس نتاع التاسعة، باش نلقاو نفس البرامج، برمجة باش بالطبيعة اليوم الندوة الصحفية لإعلان هذا التعاون وهذه البرمجة الموحدة، لكن أيضا لتقديم بعض الصور والفيديوهات للبرمجة الرمضانية الموحدة. برمجة تنطلق من 3 متاع العشية.